بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، نجدد لكم الترحيب والتحية هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا الصباح المميز وأيضا الجميل، صباح يوم الجمعة وانطلاقات سن اللقاية في هذا الصباح المميز. مشاهدينا متابعينا الكرام، والخمسة كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. مباشرة نسير مع البداية مع المركز الأول، أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة هناك مع بداية هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. إذا نسير مشاهدين الكرام مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، أول الأسماء أول الشعارات الحاضرة والمنطلقة هنا في هذا الانطلاق والمسار المميز والشعار الجميل في هذا الانطلاق الرائع. إذا مشاهدين الكرام، صاحب المركز الأول سوف نتعرف عليه بعد قليل، نتابع المركز الثاني في هذا الانطلاق والمسار المميز. وصول هنا في هذه اللحظات مشاهدين الكرام من عهد في هذا الانطلاق والمسار المميز، محمد بن حمد بن صالح الشرقي من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة. هنا البداية مشاهدين الكرام مزنة مع صدارة هذا الشوط، من تنطلق بشعار فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري مع البداية والمركز الأول والمركز الثاني. نتابع هنا القدوم من هماليل لسعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت، أيضا بن قرح من يتقدم مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصول وتقدم هناك من وهج علي بن خالد بن راشد بن فذيب المري، بينما المركز الثالث والرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل لواصلة هنا جلادة سعود بن صالح بن حمد القمرة، من يصل شعار السندباد القطري مع المركز الرابع والمركز الخامس. وصول وقدوم أيضا من الهيم، من تصل مع المركز الخامس في هذه اللحظات بشعار عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية مع خامس المراكز. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل والرائع. ولكن العودة مع البداية، نعود مع صدارة هذا الشوط، هناك القيادة مشاهدين الكرام مع مزنة من تقود هذه الأسماء بشعار فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد مزنة القائدة لهذه أيضا الأسماء الحاضرة في هذا المسار المميز. المركز الثاني نتابع هنا المركز الثاني، قدوم من وهج علي بن خالد بن راشد بن مذيب المري مع ثاني التحديات، من يتقدم ايضا ويقدم لنا شعاره مع المركز الثاني المركز الثالث. وصول وتقدم من هماليل سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي مع المركز الثالث المركز الرابع. وصول وقدوم من جلاده سعود بن صالح بن حمد القمره، من يصل ايضا مع المركز الرابع والمركز الخامس. دخول من الجانب الاخر، هناك اللي قادمه من الجانب الاخر الهيم، من تصل بشعار عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية، من يقدم لنا شعار أيضا وتحدياته المميزة مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ولكن العودة مع مزنة، مزنة هناك مع البداية القائدة لهذه الأسماء، القائدة لهذا المسار المميز والجميل والرائع بشعارها الرائع والجميل. هناك مع البداية فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري، من يقدم من نامزنا بتحدياتها المميزة والجميلة. بينما نتابع المركز الثاني، وصول من طب، وصل الطب في هذا المسار محسن بن علي بن مبارك بن سالم بن فراج، من يصل مع المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما نتابع شعار الزعبي، من يصل مع المركز الثالث مقدما لنا أيضا انطلاقة تماليل سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي مع المركز الثالث المركز الرابع. وصول من شعار القمرة يتقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد سعود بن صالح بن حمد القمرة والمركز الخامس. قدوم أيضا وصول بهذه اللحظات من قبل اللي واصله وهج علي بن خالد بن راشد بن مثيب المري. هكذا هي الأسماء، ولكن العودة، العودة مع مزنة، مزنة مع البداية 1200 ما تبقى عن الناموس والانتصار، ومزنة هي القائدة لهذا الانطلاق المميز، القائدة لهذا المسار منذ بداية هذا الانطلاق، حاضرة بتحدياتها المميزة والجميلة من خلال هذا
هذا التواجد الجميل مع البداية مزنة وبوابة الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير يا مضمرين هناك مع البداية مزنة بشعارها المميز وانطلاقتها الرائعة والجميلة فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري من يقدم لنا مزنة بينما أتابع الزعبي قادم مع ثاني التحديات من خلال تواجد هماليل سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي ولكن شوف اللي قادمة وصلت هنا أيضا وصل شعار القمرة يقدم لنا جلادة وأيضا اسم جديد يصل وصلت عسيلة زيد بن راشد بن زيد بن محسن بن نديلة وأيضا شعار بالعرج قادم مع المركز الرابع وأيضا وصول هناك من الجانب الآخر وصول من وهيلة سعيد بن محسن بن راشد آل فهيدة المري ولكن جلادة غيرت مع الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة الله يا سلام شعار القمرة هناك مع البداية مع المركز الأول يقدم لنا جلادة بتحدياتها المميزة والجميلة والثلاثمائة متر الأخير يا سلام جلادة هناك مع البداية سعود بن صالح بن حمد القمرة يخطف الأضواء في هذا المسار المميز وناموس هذا الشوط سلام جلادة سلام القمرة سلام على هذا الأداء المميز والجميل ومشكور يا بن جهويل على هذا الأداء الرائع اللي تقدمه جلادة هنا مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط تهانينا والناموس وسعد الله صباحكم على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني وصلت هماليل لسعد بن راشد بن عبد الله الزعبي والمركز الثالث المركز الثالث وصلت عسيلة زيد بن راشد بن زيد بن محسن بن نديلة والمركز الرابع كان الوصول من سيده راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري والمركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام مزنة فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط ولكن حضرت مزنة أو حضرت جلادة بحضور الكبار لتهدي القمرة هذا الناموس والانتصار توقيتها الزمني لحظة وصولها لخط النهاية معلنة أن هذا الفوز وهذا الانتصار 7 دقائق و41 ثانية وعشر أجزاء من الثانية تهانين والناموس لسعود بن صالح بن حمد القمرة على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام هماليل وتوقيتها الزمني 7 دقائق و41 و97 جزء من الثانية تهانينا والناموس سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي بينما المركز الثالث وصلت عسيلة وتوقيتها الزمني 7 دقائق 42 27 جزء من الثانية تهانينا والناموس لزيد بن راشد بن زيد بن محسن بن نديلة المري.